يحتوي جسم الإنسان على الأسرار التي لا حصر لها والتي تتضح فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى من خلاله. اعرف جسمك، نتعرف على عدد من المعلومات والحقائق الممتعة عن جسم الإنسان. 1- يحتوي جسم الإنسان على ما يقرب من 100 تريليون خلية. 2- تعيش البكتيريا في جسم الإنسان بعدد هائل لا يقل عن 10 أضعاف عدد الخلايا في الجسم. 3- يتنفس الشخص البالغ أكثر من 20,000 نفس في اليوم. 4- تقوم الكليتان يومياً بتصفية حوالي 200 لتر من الدم الذي يصل إليها وينقيه من الشوائب والسموم. 5- يحتوي الدماغ البشري على حوالي 100 مليار خلية عصبية. 6- يفرز الإنسان البالغ حوالي 1.42 لتر من البول كل يوم. 7-25% من عظام الإنسان توجد في القدمين. 8- الأذن والفم العضوان الوحيدان في جسم الإنسان اللذان لا يتوقفان عن النمو. 9- العضلة الألوية الكبرى هي أكبر عضلة في جسم الإنسان وتغطى جزءاً كبيراً من مؤخرة الإنسان. 10- أكبر وأقوى عظمة في جسم الإنسان هي عظمة الفخذ. 11- يستخدم الإنسان حوالى 200 عضلة ليخطو خطوة واحدة عند المشاة. 12- تشكل المياه أكثر من 50% من وزن جسم الشخص البالغ. في إطار إتمام اليوم السابع بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية، يقدم اليوم السابع خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لك. يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب، ونرشح له أيضا الدكتور المناسب.